في تجربة عالمية اتعملت جوه مطعم، قعدنا شخص ما بياكلش كتير جنب واحد بيعاني من السمنة، والمفاجأة كانت اللي ما بياكلش كتير ابتدى ياكل وبشراهة. نتيجة التجربة كانت كلمتين: السلوك بيتنقل. في مصر حالياً وبناءً على مبادرة 100 مليون صحة، إن حوالي 20 مليون مواطن مصري مصاب بالسمنة، يعني في وسط كل 5 أشخاص في واحد عنده سمنة. مصر بتحتل المركز السابع على مستوى العالم في الإصابة بالسمنة. أكتر من 70% من أسباب الوفاة بتكون بسبب السكر والضغط، وكل دول السمنة بتكون سبب رئيسي فيهم. وبما إن السلوك بيتنقل، يبقى أكيد في وسط أصحابنا في ناس بتعاني من السمنة، ومش بس أصحابنا، لأ ده الموضوع هينتقل لأصحاب صحابنا. مش دايماً السلوك بيتنقل في ساعتها، بس ممكن يأثر على تفكيرك في وقت تاني خلال اليوم. طب إيه الحل لكل ده؟ الحل هو نفسه المشكلة، السلوك بيتنقل. يعني لو بدأنا نهتم بنفسينا وبصحتنا، يبقى الموضوع هينتقل لصحابنا والأصحاب صحابنا. بس ساعات البداية بتكون صعبة وما يحلهاش غير عملية، وعشان كده سرحان أوبيستي كلينيك بتوفر لك كل ده من أول الاستقبال والكشف، وإننا نقول لك كل اللي أنت محتاجه لحد كمان رعاية ما بعد العملية. دكتور محمد ضياء سرحان زميل كلية الجراحين الملكية بلندن وعضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة، وعمل أكتر من 12 ألف عملية ناجحة. خلي سلوكك يتنقل مع سرحان أوبيستي كلينيك. جو سليم فور لايف.